اجتماعي الآن. فمع مرور الوقت تلاشت عادة تخزين ربات البيوت للمواد الغذائية بكل أنواعها. نتعرف على أسباب غياب هذه العادة داخل البيوت الجزائرية مع ليلى صفوان. تكاد العولة أو ما تعرف بالرافيتايما كأسلوب في تسيير شؤون البيت تنعدم وسط المجتمع الجزائري، عكس ما تعارفت ربات البيوت في تخزين المواد الغذائية بكل أنواعها. كان بيوتي عيطوا لهم بيت المونة. هذه بيت المونة، هذه المرأة من عام لعام القديد والخليع والطعام والشرايط نتاع الفلفل الشايح والطوماطيش المركبة مرقدة والمحمصة والطعام وكل خيط رجع في بيت المونة هذيك. احنا نحكو على العولة، يعني كيما بكري وكيما دوك تبدل الشيء، يعني من المدخول تاع الانسان نقص شويه، ما واحد ما يكذبش، كان بكري كيما نقولوا تشري سميد ولا تشري الفرينه ولا تشري السكر كان باسعار جد منخفضه، بصح دوكا نشوفوا الاسعار جد ملتهبه. التمسك بعادة العولة يعتبرها البعض إرثاً عن الأجداد والأولياء وما تحتويه من خير وبركة وتجنباً للمشقة. ثقافة التموين كانت موجودة في مجتمعنا لأن كنا نعتمد على الاقتصاد الذاتي، أنه كل شيء كان يصنع في البيت وكان أيضا فيه ثقافة تسيير ميزانية الأسرة. الاستهلاك أصبح استهلاك عشوائي وأصبح غياب أيضا لميزانية الأسرة، يعني أنه أصبح الأشخاص يعني يعيشوا فوق طاقتهم فوق ميزانيتهم وغياب تماما لبرمجة للمصاريف الأسبوع أو الشهر أو السنة. ظروف عديدة كانت في وقت غير بعيد تدفع العائلات إلى الاعتماد على العولة، لكن مع وفرة المواد الغذائية والأسواق الجوارية قد تختلف العادة من عائلة لأخرى.